السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي متتبعات قناة هاجر بغض ريبير لاج. معكم هاجر أم زياد وفيديو جديد إن شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غيكون عبارة على رسمة بالتنبات اللي غادي نخدموها بالمزونة ولقيق مهرس. كان سبق لي أخوات الأسبوع اللي فات وخدمت معكم نفس رسمة لكن بالغرزة الفرنسية ولقيق ديال سنيدة. اليوم إن شاء الله غنشوفوها كاملة بالتنبات. اذا اخوات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، واذا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه ديالي مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش اخوات انكم تشوفوا الفيديو حتى النهايه. نبداو على بركه الله وندوزوا لطريقه الخدمه. اذا على بركه الله اخوات غنبداو ان شاء الله الخدمه. كيف كتشوفوا هذه هي الرشمه ديالي اللي غنخدم عليها. اول حاجه غنبدا بها هي الموزون. ناخذ موزون نحطها بحال هكا فوق الثوب باش ما كنبقاش كل مره كنهز بالحبه. الخيط ديالي دائما مدوبل على جوج، وغادي نبدا من الراس ديال الوريق. انا على بركه الله اخوات ضروري ان الضربات ديالكم يكونوا متقاربين باش ما يبان لكمش نهائيا بالخيط. ملاحظه مهمه بالنسبه للخيط اللي غادي تخدموا به، ضروري يكون اللون ديالو في اللون ديال الموزونه. صراحه انا دابا راه خادمه بخيط يعني اللون ديالو مغاير، ولكن راني كنزير الضربه ديالي ما غاديش باين نهائيا. باش كنخدموا بلون مغاير على لون الموزونه، الا جاتنا يعني شي ضربه بايده كيبان لنا الديفو في الخدمه وكيجي اللون ما زوينش صراحه، خصوصا كان مثلا اللون ديال الموزونه مفتوح والخيط اللي خدمنا به مغلوق ما كيجيش المنظر زوين. الا لاحظتوا انا راني كنزير الضربات ديالي، كناخذ تقريبا هاد المسافه من الضربه اللي قبل الضربه اللي ضربت دابا هي قد المسافه، عفوا هي قد المسافه اللي عندي من هاد التقيبه ديال الموزونه للتالي ديالها، يعني كناخذ تقريبا القياس ديال الشعاع ديال الموزونه. حتى في العقيق اخوات عفوا حتى في العقيق نفس الملاحظه، تحاولوا انكم تخدموا باللون ديال الخيط، لان بعض المرات الا خدمنا مثلا العقيق مفتوح ودرنا خيط مغاير كيتبدل اللون ديال العقيق ما كيبقاش عندنا فيه نفس اللمع. اذا كيف كتلاحظوا راه الخيط ما كيبانش نهائيا من التحت، كيبان فقط في هذا الصف التالي، وهذاك الصف التالي اللي غادي نوصل للتالي ديال الوريقه راه ما غاديش يبقى يبان لانه غيتدرق عاوتاني بالعقيق. اذا انا ان شاء الله غادي نكمل الوريقه ديالي ونرجع لكم باش نكملوا الموديل مع بعض.
اذا كيف كتشاهدوا اخوات، من بعد ما كملت الخدمه ديال الورقه ديالي بالموزونه، الا لاحظتوا الخيط راه ما كيبانش نهائيا. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نخدم الورقات ديالي الصغار بالعقيق مهرس. المره اللي فاتت كان سبق لي وخدمت معكم اخوات بالعقيق رقيق بزاف سنيده، ان شاء الله هاد المره غادي نخدمه بالماتسون، يعني عقيق مهرس عادي. غادي ناخذ 3 دقائق ونعمر الورقه ديالي. بحال هكا بنفس الطريقه غنعمر بها الوريقه الثانيه والثالثه. اذا كيف كتشاهدوا اخوات، دابا من بعد ما كملت الخدمه ديالي ديال العقيق مهرس في هاد الوريقات، غادي نحاول انني نبرق هاد الخيط اللي عندي هنايا في الحبه التاليه ديال الموزون. غادي نحاول انني نبرق، غنستعمل عقيقات ديال الزمرد. يلا غناخد حبه وحده وغادي ندير كيف كتشاهدوا، نحاول انني ندير في هذا الفراغ اللي عندي هنا. إذن بحال هكا. إذن كيف كتشاهدوا اخوات، من بعد ما كملت الخدمه ديالي ديال الموزونه، الوريقات جا المنظر ديالهم بحال هكا. دابا ان شاء الله غادي ندوز ونخدم هاد العريشات ديالي بالعقيق مهرس. انا غادي نكتفي اخوات فقط بجوج حبات ديال العقيق، ما غاديش ندير ثلاثة، لان كي كتلاحظوا الرشمه ديالي صغيره وبغيت نخليها ما تكونش فيها خدمه غليظه، يعني ما يكونش الخط ديالي اولا العرش ديالي غليظ، داكشي علاش غنكتفي فقط بجوج حبات. بالنسبه للطريقه ديال العقيق راه سبق لي وخدمتها معكم في اكثر من فيديو، فقط للتذكير بالنسبه للاخوات اللي اول مره غادي يشوفوا الفيديوهات ديالي. اذا ان شاء الله اخوات انا غادي نكمل العريشات ديالي بهذه الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله.
إذن أخوات، كيف كتشاهدوا معايا، هذا هو الشكل النهائي ديال الموديل ديالنا اللي خدمنا مع بعض. أنا بعد ما كملت الخدمة ديالي ديال العقيق مهرس، زدت إضافة صغيرة اللي هما هاد الحبات ديال الزمرد على شكل طولي. ممكن أنكم تستغنوا عليهم أو لا تعوضوهم بحبات زمرد عادي أو لا فقط عقيق مهرس. إذا أخوات، نتمنى أن الموديل ديالنا ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. إلى عجبكم أخوات الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب، وإذا كنتوا أول مرة غتشاهدوا القناة مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في فيديو مقبل، درس جديد وخدمة جديدة. دمتم في أمان الله وإلى الملتقى.